احنا نفكر بالطاقه النظيفه ونسولف. شنو الطاقه النظيفه؟ الدهون، الزيوت الخضريه اللي مصدرها نباتي، زيت الزيتون، زيت الذره، زيت يعني كل هاي الزيوت، هاي تعطي طاقه. شلون تعطي طاقه؟ هاي تعطي طاقه حوالي 2.25 ضعف الكربوهيدرات والبروتينات وغيرها من المواد الغذائيه. اذا الدهون او الزيوت ضروريه لتغذيه الخيل، بما انها تنتج الطاقه ببطء، يعني تحتاج وقت، اذا هي مناسبه لخيل القدره، لانه خيل القدره ما تروح بسرعه عاليه ومسافاتها طويله، فتحتاج الطاقه. منين تستمد هالطاقه؟ من الزيوت باقل مضاعفات او اقل انتاج ثانوي مؤذي الى الخيل، وبذلك نوفر الطاقه اللي هي مصدرها الجلوكوز واللي على شكل جلايكوجين بالكبد، وبهذا نستفيد من الزيوت الخضريه لخيل القدره. شكرا.